وصلنا معكم لمحطة جديدة مع متسابق جديد من بلاد العلم وجامع الزيتونة من تونس الحبيبة والشقيقة أيضا. هنشاهد فيديو للمتسابق نادر بن علي. سبحا لله سابق نادر بن علي من تونس الشقيقة. ودلوقتي أكيد عايزين نعرف رأي اللجنة، وهنبدأ بأستاذنا الجليل دكتور طه عبد الوهاب. المتسابق نادر هو ذهب إلى مبتهل نادر الشيخ نصر الدين طوبار رحمه الله، هو حالة لا يعتمد على المساحة الصوتية، أنا أتكلم عن الشيخ نصر الدين طوبار، ولكن يعتمد على الإحساس فقط. صوت كان حينما يقول كلمة واحدة مس القلب، فلابد لكي أذهب إلى أي نص أستخدم الإحساس أكثر من الفنيات. طوبار هكذا غريب، بس فقط كلمة واحدة بدأ أنا أشعر بالجمهور بدأ ينفعل معي، صح أم لا؟ بدأت صح؟ أكملها. غريب عنك يا دنيا غريب، وماذا بعدما زحف المشيب. بدأ سيطر على الإحساس، بيشاغل القلب، بيشاغل الإحساس. ده أسلوب الشيخ طوبار، وأنا بعتبره عن نفسي أفضل من حقق كلمة ابتهال، أي تضرع أي تذلل، فعلا دخل القلوب كلها. جميل. فلابد اشتغل على احساسي، لابد مش قاعد اقول في آية جملة طويلة مد طويل، لا، طوبار ما كانش كده، طوبار بسط الموضوع. شكرا. قال كده جل المنادي وشكرا، دخلت كل القلوب. انما هو صوت حلو بس عايز تدريب كتير. شكرا حسن. دكتور طه عبد الوهاب. استاذ ياسين المرعشلي. الأخ نادر وجه له تحية طبعاً. بالبداية كان يعني ما عنده ارتكاز كتير، ركوزه كان مش كويس، ما عنده تركيز كتير كان بالطبع، بعدين استقر بعدين على علامة الريديز البيات اللي هو البيات، لكن في عنده برود بالأداء. هذا البرود يعني كان لازم يكون متفاعل أكتر أنا برأيي، لأنه في برود بالأداء والعرب تبعه كانت رتيبة جداً، يعني عم يحاول
مجهد هو عم يقولها. لكن أنا أتمنى له كل التوفيق يعني إن شاء الله. شكراً أستاذ ياسين المراشلي. الأستاذ عبد الرحمن الجبرتي. أنا حكمل من حيث انتهى أخي الأستاذ ياسين، أنه يعني أداؤه ما كان متفاعل، صوته ما كان طالع من أسفل يعني من تحت، كان كأنه يدندل لوحده، يسجل الفيديو كده ويدندل لوحده، يعني مش كأنه يعني واقف. هو المفترض أنه الآن حيكون واقف على مسرح فيؤدي بصوت كامل، صوت حقيقي، لكن الصوت اللي يعني مليان هواء، الصوت الهامس هذا يعني تقوله لما تكون لوحدك، تقول لما يعني تدندن بينك وبين نفسك ممكن، لكن أتمنى له كل التوفيق أخوي نادر. شكراً أستاذ عبد الرحمن جبرتي. سيد أحمد الطالحي، الأستاذ عبد الرحمن كان بقول يعني على نادر أنه كان بيدندن مع نفسه، رأيك إيه؟ نادر من تونس الخضراء، وتونس الخضراء أنجبت لنا أعلام كثر في مجال الإنشاد، وخصوصا في السلاميات في فن الشيخ عبد السلام بن سليم الأسمر الحازم الفيتوري. كم وددت لما سمعت في المقدمة والإعلان عنه أنه من تونس أني أسمع شيء تونسي، وهم ما شاء الله يعني ناس جدا راقيين ورائعين ولهم مذاق جميل. صحيح. جدا، وعلى رأس مداحهم هناك الشيخ أحمد جلمام، فكنت أتمنى أني نسمع شيء من التراث التونسي. بالإضافة الأنشودة كانت في مدح الذات الإلهية، ونحن برنامجنا اسمه مداح الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على الجملة هو جيد، ورب يعطيه الصحة والعافية ويبارك فيه وينفع به إن شاء الله تونس الخضراء وهلها.